من يومين مارك لاتنبرج الحاكم الدولي ورئيس لجنة الحكام في مصر أدار أحد اللقاءات الخيرية بملعب تشارلتون بلندن، طبعا تابعوا كمان الملايين في إنجلترا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المباراة وعن مارك لاتنبرج. معانا عبر سكايب كابتن إبراهيم هلهول مدرب الاتحاد الإنجليزي. صباح الخير على حضرتك يا كابتن، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جمانه، صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير على اسره أهلا وسهلا. البرنامج، صباح الخير على اسره المشاهدين، يا رب الناس كلها اللي بتتفرج علينا نقول لهم صباح الخير من انجلترا. انا سعيد اني موجود معاكم النهارده، صباح الفل. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب خلينا نعرف من حضرتك كده، وتكلمنا عن هذا اللقاء الخيري اللي قام مارك لاتنبرج بتحكيمه. طبعا ده كان مباراة موجودة في تشالتن في لندن، كان في استاد تشالتن هناك في جنوب انجلترا، كان في حوالي 27 ل 30 الف متفرج للمباراة الخيرية، كان بين اليوتيوبر اللي هم اعلى ناس عندهم فيوا دول، ده دي فرقة اسمها يوتيوبر، وكان في المان سايد. المان سايد دول هم مجموعة من اللعيبة او مجموعة من المشهورين اللي هم بيشجعوا ارسنال. المباراة كانت قوية جدا، وعلى فكرة المباراة دي يا أستاذ جمانة بتتعمل يعني على طول كل فترة، وكان النصيب إن رئيس لجنة الحكام عندنا من مصر مستر مارك كلاتنبرج كان موجود بيدير المباراة، كهو كان أحسن حكم أو تاريخه بيشفع له إن هو يدير المباراة دي. طبعا نعرف إن كلاتنبرج هو أحسن حكم في العالم سنة 2016. مارك كلاتنبرج أدار المباراة أكنها مباراة عادية جدا، كان في قوه، كان في نديه، يعني اشتغل مع الفريقين فير خالص. المباراه كان فيها جماهير، كان فيها جوائز، اللي طبعا الدخل او المبالغ الماليه او الجوائز الماليه اللي بتيجي دي بتروح لاماكن خيريه في انجلترا، ويا ريت احنا نطبق الفكره دي عندنا نجوم مصر، يا ريت يعملوا لنا كل مثلا كام شهر. لا الفكره ده يا استاذ مصطفى عايزين من خلال حضرتك ومن خلال الاستاذ جمانه يا ريت تعمموها، يبقى عندنا نجوم كبيره في مصر، وعندنا طبعا ناس كبيره مشاهير، يا ريت المباراه دي يبقى في مثلا بين اللعيبه القدامى، بين المشهورين، بين والله اليوتيوبر. كان بيحصل ده كده على استحياء يعني زمان، بس يعني خليني ابقى برضو ايه داخل معاك في الموضوع اللي انا عايزك فيه. مارك كلاتنبرج ربما يعني مسؤول عن التحكيم في مصر ومسؤول عن رئيس الحكام اللجنه. في مصر، قال بالظبط. لك ايه عن خطته؟ هيطور التحكيم في مصر ازاي؟ رؤيته للتحكيم المصري اصلا عامله ازاي؟ الاخطاء فين وهيعالج ايه؟ طبعا هو طبعا مارك جاي بدأ في شهر 8، لسه انا من وجهة نظري ان مارك لسه ما وصلش مصر بالنسبه للبلان اللي عامله والفكر اللي عنده والحب لمصر، ان هو عنده بلان كبير طويل المدى لوجود اكتر من حكم في كأس العالم. ده الهدف، احنا ما عندناش حكام كحكم ساحه وصل لكاس العالم، ولكن مارك عايز يشتغل على الفكر ده، عايز يطور من الحكام المصريين. هو قال لي كمان ان في حكام عندنا، يعني الحكام المصريين من احسن الحكام في شمال افريقيا، يعني عندنا حكام مصريين عاليين جدا، ولكن النهارده عامل يعني زي كورس كده حاطط فيه حكام نواه حكام مصر، يعني هيبقى عن يعني بيختارهم، يبقى في 30 حكم من الحكام دي او هيبقى هم اللي هيبقوا نواه مصر او حكام مصر في المستقبل، شغال معاهم، عامل لهم كورس عن طريق الفيفا، بيدور على المستوى البدني والمستوى الفني. الكورسات دي طبعا زي ما قلت لحضرتك في معاهم معد بدني من الفيفا، ده جاي مخصوص. مارك كمان اخر القائمه الدوليه اللي هيبعتها للفيفا لغايه شهر 11، لان ما كانش عنده وقت ان هو يشوف كل الحكام، ده جاي في شهر اغسطس او في نهايه الدوري، فما لحقش، عايز يبقى فير ويدي الحكام فرصه، عايز يتفرج عليهم، فهو هيبعت القوائم دي في شهر 11 في اول نوفمبر استاذ مصطفى. طبعا الحكام شغاله معاه، وال 30 حكم دول ان شاء الله يكونوا زينه شباب وحكام مصر، وهم اللي يشيلوا التحكيم في الفتره اللي جايه. مصر عنده كتير ان هو ماركة عنده كتير يقدمه لمصر، ولكن احنا لازم نديله المساحه ولازم نديله الوقت ولازم نشتغل معاه ولازم نساعده. مارك جاي علشان يساعدنا، مارك جاي علشان يضيف حاجه للتحكيم، وان شاء الله تبقى كل الامور متاحه ليه. عنده كمان قال ان هو كل ما هو عنده 45 سنه خلاص يبقى كده هيدي فرصه للحكم الثاني، يعني اي حكم وصل لسن ال 45 سنه هيبقى هيعمل ريتايرمنت، هيبقى خلاص كده هيبقى وصل لمرحله ان هو مش موجود، وهيبقى فيه حكام ثانيه ونواه. احنا عندنا اكثر من 4000 حكم
في مصر ما شاء الله عندنا ذخيرة حكام عالية جدا. عايز اقول لحضرتك احنا عندنا بس 2 حكم فارز، فهو طبعا طلب من الفيفا ان احنا نزود المعدل، لان ما ينفعش مصر بقيمتها والدوري بتاعها القوي ان يبقى عندنا 2 بس معتمدين من الفيفا، 2 بس. لا، هو عايز يشتغل معاهم علشان يطلع اكتر من حكم للفيفا. يا استاذه جمانه، وده يعني ده حاجه كويسه جدا طبعا. يبقى عندنا ان احنا يبقى عندنا اكتر من حكم فار، 2 قليلين جدا على مساحتنا وعلى قوه الدوري بتاعنا وقيمته الماليه. يعني لازم يبقى عندنا حكام فار اكتر من 2. طبعا مارك شكال بيحب مصر جدا ومستمتع بالشغل في مصر، سعيد طبعا. مش احنا مش هنقدر نحكم على تجربه مارك دلوقتي، مش اقل من سنه، ونقدر كجماهير من بره مصر او من جوه مصر ان احنا نقدر نقيم التجربه. احنا شفنا حاجات كثيره مارك خلاها في اخر الدوري، كلم الحكام ان هم يقللوا من الفاولات، يقللوا من الوقت اللي هم يروحوا يتفرجوا على لما الحكم الفار ينده للحكم الساحه، قال له انا عايزك في 30 ثانيه بس تاخد القرار، تاخد الديسيجن علشان الوقت ما نقتلش او نموت المباراه. طبعا يعني هو واضح ان ليه خطه كابتن ابراهيم زي ما حضرتك قلت وهيعمل عليها، ولسه معانا وقت وهو معاه وقت على ما نقدر نحكم هو لسه على هذه لسه ما جاش. يعني من وجهه نظري هو طبعا هو محتاج وقت قوي جدا. مارك من احسن يعني حكام على مستوى العالم وخبير في التحكيم مع الفيفا. النهارده اليونان بتستعين بيه عن طريق الزوم، امريكا، دول يعني كتيره بتستعين. احنا متطلعين طبعا يعني عن نتائج هذه الخطه، بس ما يعني انا عايزه استغل وجود حضرتك معانا، ويعني ما ينفعش تكون معانا وما اسالكش عن دوري الامم الاوروبيه. عايز اسالك كده سريعا، شايف ردود الافعال عن هزيمه منتخب الانجليزي من منتخب ايطاليا ضمن لقاءات الجوله الخامسه من دور المجموعات ازاي؟ استاذ جمانه، سؤال قوي جدا فعلا. انجلترا يعني بتواجه دلوقتي صعوبات قويه، ان بعد الهزيمه من ايطاليا ان هم رجعوا للمستوى الادنى حاليا، نزلوا درجه. طبعا هنا في 85% من جماهير الكره الانجليزيه بتطالب اقاله جارث ساوث جيت، ولكن اللعيبه واقفه معاك من كباتن الفرقه رحيم ستيرلين، قال لك هو ده الراجل المناسب. احنا وصلنا معاه لنص نهائي كاس العالم، وصلنا معاه يعني الامم الاوروبيه اللي فاتت فاينل، واحنا هو ده المدرب اللي ياخد الفتره اللي جايه لكاس العالم، لان كاس العالم خلاص في نوفمبر اللي جاي. الناس يعني بتهاجمه بطريقه قويه جدا، ولكن النهارده عنده خيار صعب جدا، عنده مباراه قويه النهارده مع المانيا في لندن. فالنهارده المباراه دي لا تقبل القسم على 2، مطلوب الفوز. صحيح. مطلوب يعني ان هم استاذ صحيح. مصطفى يكون يعني لا يعني تبي او نوت بي تكون او لا تكون المباراه دي، يعني لان طبعا مباراة زي ديربي فيصلية. تعرف صحيح. فيصليه، وفي كمان ديربي بين المانيا وانجلترا وايطاليا. انا كمان شايف صحيح. انا شايف كمان بعد اذن بعد انا بس انا انا بس للاسف الوقت يعني بيدايمنا. بشكرك كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم هل هو المدرب للاتحاد الانجليزي؟ شكرا جزيلا، ربما وضحت لنا بعض الاشياء المهمه جدا عن المحكم الدولي مارك كلاتنبرج، ويعني اختياره لمصر وبدايته لتدريب الحكام المصريين.